دافنسي يضيف الهدف الثاني، والثاني اللي هو لأنه الأول احتسب لافيتسي ولو الكرة سدت من حال، لكن لافيتسي الإعادة لهذه العملية ثلاثي ثلاثة والهدف الثاني في الدقيقة 39 من الشوط الأول. أولى لافيتسي باستوني لافيتسي شوتو لافيتسي والهدف الثاني لفائدة البيج، هدفين لهدف، إذا تتغير النتيجة في هذا الشوط لفائدة بريد.